وينضم إلي هاتفيا من رام الله الباحث السياسي أسيد صبيح. أهلا بك أستاذ أسيد. وبداية، إلى أي درجة بترى تغير في الموقف الأمريكي حيال القضية الفلسطينية على ضوء زيارة بلينكن للمنطقة وتصريحاته عن حل الدولتين وإعادة فتح القنصلية بالقدس؟ هذا بداية ليس تغير فقط اتجاه القضية الفلسطينية بل اتجاه المنطقة بشكل عام. فنحن نشهد تحول كبير في الموقف الأمريكي والإدارة الأمريكية التي رفضت سابقا بأن تتعاطى مع أي من القضايا الفلسطينية وقضايا حل الدولتين، وكانت تعمل بشكل مباشر على إقرار كافة الحقوق لإسرائيل دون النظر على حقوق الشعب الفلسطيني التي أقرتها المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية وأيضا مبادرات السلام العربية. اليوم نحن نرى تغير في الموقف السياسي، تغير في الدعم المالي، وهذه مؤشرات إيجابية، وخصوصا نحن نتحدث عن دور كبير للجمهورية العربية المصرية وللسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حينما اليوم تخرج أعلى المستويات في الإدارة الأمريكية ووزير الخارجية بلينكن ويقول بأن لمصر دور كبير في تحقيق هذه التهدئة وتطبيق السلام في فلسطين وفي قطاع غزة وما بين المقاومة في قطاع غزة والاحتلال الإسرائيلي. هذا تغير كبير يحمل معه مؤشرات جديدة، لأن الإدارة الأمريكية باتت تدرك بأنه لا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون علاقات سياسية إيجابية مع الدول العربية. نعم، وبالتأكيد أيضا وحدة الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية عليها معول كبير. إذا في إطار ما ذكرته من إيجابيات، هل ترى أن إدارة بايدن جادة بالفعل في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار؟ لماذا إذا كانت إجابتك بنعم؟ بالتأكيد إدارة بايدن اليوم تسعى لأن تخرج بصورة جديدة بعد 4 سنوات كادت بها إدارة الرئيس ترامب أن تهدم صورة الإدارة الأمريكية التي دوما تسعى على الوصول إلى حلول خلاقة للقضايا المعقدة وأبرزها القضية الفلسطينية. الإجابة فعلا نعم، اليوم إدارة بايدن معنية في الإعمار، معنية في تسوية سياسية، معنية بالحفاظ على التهدئة في ظل وجود شراكة مصرية ووحدة صف عربي تجاه هذه القضية. ذلك لعدة أسباب. الأول بأن الاستقرار والتهدئة في قطاع غزة يعني هنالك دفع قدما لعملية السلام، ولا يمكن تحقيق أي جلسات مباحثات ما بين القيادة الفلسطينية وما بين الاحتلال الإسرائيلي تحت أي رعاية مهما كانت دون خلق تهدئة ودون إعادة الإعمار وإنقاذ الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 800,000 مواطن في قطاع غزة لا يحصلون على المياه النظيفة، نتحدث عن مستوى بطالة وصل لأكثر من 70% ما بعد الحرب، في حين كان نحو 35% ما قبل العدوان على قطاع غزة. هذه جميعها مؤشرات، وخصوصا نحن اليوم نتحدث عن إدارة جاءت برؤية من أجل خلق نوع من تعزيز المكانة السياسية، ونحن نعلم هذا يأتي في ظل صراع ومحاولات صينية وروسية وغيرها من الدول لتكسب هذه المكانة في المنطقة. ونحن جميعا نعلم بأن للملف الفلسطيني خصوصا أهمية كبيرة، لا يمكن لأي إدارة أن تأتي في أي مكان في العالم ولا لأي رئيس جديد ولا لأي حكومة جديدة في كافة دول العالم يتحدثون بأنهم سينجحون في تحقيق سلام في القضية الفلسطينية وتحقيق تقدم في القضية الفلسطينية. فلربما أن الإدارة أدركت، وخصوصا زيارة بلينكن لرام الله ولقائه بالسيد الرئيس محمود عباس لها مؤشرات كبيرة، وخصوصا بأنه جاء يتحدث بلهجة إعادة إعمار، إعادة العلاقات السياسية، فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن بعد إغلاق دام لعدة سنوات، وخصوصا التصريحات السياسية السابقة التي باتت تتغاضى عما تقدم به الرئيس بايدن ومستشاريه خلال الفترة السابقة من خلال عدم ذكر صفقة القرن والحديث عن دولة فلسطينية على حدود 4 حزيران لعام 67.
وهذه نعم. جميعها تغيرات كبيرة في مواقف الإدارة الأمريكية. نعم. خصوصا نتحدث اليوم عن وحدة الصف العربي الذي ذكرت فيه. وصلت الفكرة الباحث السياسي وسيد صبيح، وكلنا نأمل في نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وشكرا جزيلا على مشاركتك معنا.